الله يبارك فيك علينا وعليك باش ما تمنيش ان شاء الله ثلاث ايام رمضان جات مزيانه بخير كيف ما كل عام غير كل عام وكيفاش كيدوزوا الناس رمضان على حسب الخدمه ديالهم واش مريحين في الدار ولا الحمد لله انا مرتاح في رمضان ماشي انا كنتعصب سواء رمضان سواء ماشي رمضان دونك ماشي زعما حيت رمضان داكشي علاش نتعصب ما كنتقطعش الشرع بيان سور بيان سور ديما الحمد لله كنخدموا عام كامل باش تكون ايفولوشن ان شاء الله الحمد لله فاش لازم كيخدم الا ما لقاش نجاح ديالو علاش عيشوه كاع دونك الحمد لله كاين تطور كبير وهذاك العام ما كنتش في التلفازه وهذا العام كاين في التلفازه في رمضان كاين عمل ديال قصر الباشا مسلسل اللي الناس بغيتهم يشوفوه اليوم دونك غيكون كل خميس مع 12 الروب من اخراج انور معتصم وكان اعمال اخرى اللي ما دارتش في رمضان ماشي مشكل لاشي اللي كتعزل غادي تكون مورا رمضان ان شاء الله دونك هذيك اللقطه من لا سيري ديال قصر الباشا دونك نخليو الناس يتفرجوا فيها كاين اللي كيقول لك زعما حرقتي لينا لا سيري زعما راه انت تزوجتي دونك غادي تزوج لا سيري خليكم تتبعوا راه ما كاين والو فهمتي حتى وصل لا سيري راه ما كاين والو بيان سور فهمتي بحال داخل في داكشي باش ان داكشي تروج ولا سيري لا بروموسيون بور لا سيري كيف كنقولوا هذوك صحابي المقربين كانوا مخبارهم البلان كومونطاو عاوني كاين بعض الفنانين اللي سمحوا لي بزاف كومونطاو لي حتى هما ما مخبارهمش البلان كي بدر السلطان حيت معمر حتى دويت معاهم بخيفي وقلت لهم لا راه ما تزوجش ما والو ان شاء الله علاش لا نلقى العروسه بعدا وانا معاها بس احلى ربيع تكون زوينه بعدا ضروري الزين وكل شيء وقاريه متقفه وكدوي فرونسي ميرسي شوف فهاداك الشيء هو اللي وصلني للجمهور الحمد لله لي فيديو ديالي باش عرفوني الناس في الزنقه وكيتلاقاو معايا وكيتصوروا معايا كان الفضل كبير على لي فيديو سو انستغرام دونك كنقول الناس غير حابس دابا على قبل لي تورناج داك الشيء ان شاء الله غادي نسالي منهم وانا ديما سو انترنيت باش بديت باش غادي نكمل ان شاء الله كوزينه كنعرف ناكل كذب عليك من غيري الا ما كانوش الدار بيان سور كندخل الكوزينه كندير شي حاجه ما هما كاينين بلا ما ندخل نبرصطهم سينو غير غادي نتلفهم على شنو كانوا يديروا معاهم والله معهم خصوصا لي كوبل مثلا مازال ملي كتكون مع داركم داكشي كتكون الام الاخت الخاله بعض المرات كتجي تعاونهم رغم ما كاينلاش دخل انت مازال ملي كتكونوا كوبل انت ومرتك ما كاينش اللي غادي يعاونكم كنفضل تدخل انت على تجيب خدامه اخرى كنقول لهم رمضان مبارك كريم وتبعوا الاعمال الرمضانيه راه في تطور كبير كبير الحمد لله مخسوره فلوس هذا العام انا زعما كنأسوري لكم داكشي سواء الاعمال اللي فيهم انا اللي ما فيهمش انا راه كتفرج كاين تطور كبير مقارنه مع السنوات الفارطه ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم